مسعود. أهلا بك محمد مرة أخرى وأهلا بالمشاهدين الكرام. كما قلت فقد خذ المنتخب المغربي الأول أول حصة تدريبية له بالمعسكر التدريبي المغلق استعدادا لمواجهتي الغابون وليسوتو في الملعب الكبير لأكادير ضمن تصفية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا المغرب 2025. وركز الناخب الوطني وليد الركراكي خلال هذه الحصة على اللياقة البدنية وعلى الجانب التقني، وتنطلق المباراة الأولى وكذا الثانية على الساعة 8 مساء يومي 6 و9 من شتنبر الجاري. تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي مؤهل تلقائيا لخوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 المقررة خلال الفترة ما بين 21 دجنبر 2025 و 18 يناير 2026 بصفته مستضيف هذه النسخة. كنت في لونتريم وأنا كنت باقي كنتريني، كنت سالي تاج الوالد والوالدة صيفطوا لي ميساج وفرحوا بزاف. انا كنت بغيت نكون معاهم في الدار نشوفوا كاملين سميتي وهذاك الشيء، ولكن ما كنتش، ولكن معليش فرحوا بزاف راه زوينه. عندنا ايكيب تري فورت راه عجبوني، وفي الجو اولمبيك راه لعبوا مزيان وفرحت معاهم. الكره المغربيه راه زوينه، كيعجبني عندنا لي كلاس، كيعجبني هذاك الشيء اللي بحال اللعب ديال الحومه، راه كاين بزاف ديال لي جوير كيلعبوا مزيان، كندوروا مزيان الكره، كنبغيو ندوروا الكره.